الآثار الإسلامية هي مؤسسة ثقافية كويتية تقع على ضفاف شارع الخليج العربي. تأسست في عام 1983، تضم الدار مجموعة فنية كويتية خاصة يمتلكها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وقرينته الشيخة حصة صباح السالم الصباح المشرفة العامة على دار الآثار الإسلامية. تأسست الدار بهدف عرض وإدارة مجموعة الصباح، وهي مجموعة من الفن الإسلامي تمت إعادتها بصفة دائمة إلى دولة الكويت تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. تحتفظ المجموعة بكل سمات الفن الإسلامي وتضم ما يربو على 20,000 تحفة تنتمي إلى عالم يمتد من الصين حتى بلاد الأندلس، وتؤرخ في فترات زمنية تتراوح بين القرن الأول والثالث عشر الهجري. لدار الآثار الإسلامية مكتبة متخصصة تحتوي على كتب نادرة تعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي. تعمل دار الآثار الإسلامية على إصدار الكتب التي تنشر دراسات المتعلقة بالفن والحضارة الإسلامية. تضم تحف الدار تنوعاً جمالياً نادراً من مجوهرات وزجاج ومعادن ونسيج وخزف ومخطوطات وحجر وخشب وعاج وزرابي ومخطوطات قرآنية وعلمية. وتضم مكتبة الدار عدداً من الكتب والمراجع النادرة باللغة العربية وبعدة لغات أخرى، فضلاً عن الدوريات والكتالوجات. وتصدر الدار دورية حديث الدار بالعربية والإنجليزية، وتضم أنشطة الدار الثقافية من محاضرات وعروض وندوات، كما تصدر بريد الدار بالعربية والإنجليزية وهي شهرية تضم أخبار الدار داخل الكويت وخارجها. بيت السدو بناه السيد يوسف المرزوق عام 1929، ويقع البيت في منطقة القبلة التي تطل على شارع الخليج العربي الذي يعتبر من أجمل شوارع الكويت، وتبلغ مساحته أكثر من 1000 متر مربع، وهو من المباني القليلة المتبقية من حقبة الكويت قبل النفط، وهو يمتاز في تصميمه بالجمع بين أسلوب العمارة الكويتية التقليدية وفن العمارة الهندية من حيث الزخارف المنفذة على الأبواب والشبابيك. وهو أول منزل خاص بني من مادة الإسمنت والكونكريت المسلح في الكويت. ثم اشترى السيد يوسف شيرين بهبهاني البيت عام 1938، وأضاف عليه عدة تعديلات، فقسم الدور الأرضي إلى طابقين، كما كسيت أرضية البيت بالكاشي البلاط. وبعد أن انتقلت أسرة يوسف بهبهاني إلى المناطق السكنية الجديدة، اختير البيت ليحتضن فناً من فنون البادية العريقة وهو فن السدو، حيث تستخدمه الجمعية الحرفية التعاونية للسدو منذ عام 1979. يتسم البيت بميزة تجميلية خاصة به من حيث استخدام الزخارف من مادة المينا والأقواس والأبواب الخشبية والشبابيك. يطلق أهل البادية كلمة السدو على عملية حياكة الصوف وعلى نول الحياكة نفسه، وتعتبر حياكة الصوف من أقدم الحرف التقليدية في شبه الجزيرة العربية التي ارتبطت منذ البداية ببيئتها الصحراوية ونمط المعيشة فيها. فالنمط المعيشي للبادية يعكس كفاح الإنسان للتأقلم مع البيئة القاسية والانتفاع بما تجود به، ولذلك
فإن مسكن البدو وهو بيت الشعر مصنوع من شعر ماعز وصوف أغنامه، وغذاؤه من حليب ولحوم قطيعه، ويمثل بيت الشعر الملجأ الذي يرتاح فيه من عناء حياته الشاقة، ويمتع نظره بالمنسوجات الزاهية بألوانها ونقوشها الجميلة والتي تختلف بالمقارنة مع بساطة حاجيات مادية. والسدو من حرف البادية الأساسية التي تعبر المرأة من خلالها على مهارة يدوية فائقة، فالفتاة تبدأ بمزاولة الحرفة منذ نعومة أظفارها، وتعمل على مساعدة أمها في الغزل والصباغة وحياكة أجزاء بيت الشعر. وعند بلوغها سن 16 غالباً ما تكون قد ألمت بحياكة أغلب النقوش، وكانت تحظى بكثير من إعجاب وتقدير جماعتها. وتقوم النساء بغزل الصوف الذي يجز في أواخر فصل الربيع، وعند استقرار القبيلة في فصل الصيف تبدأ النساء بالسدو والحياكة، مستخدمات في ذلك نولاً أفقياً بسيطاً يسهل تركيبه ونقله، بالإضافة إلى مغزل يدوي. وتمر حياكة الصوف بمراحل مختلفة، من جز للصوف إلى تنظيفه إلى غزله ثم صباغته، وكل مرحلة منها ضرورية ومهمة لجودة المنتج. والسدو هو عبارة عن نسيج مسطح وجهه وظهره متشابهان باستثناء النقوش. ومن أهم النقوش التقليدية في حياكة السدو هي العين والضلع وضروس الخيل والشجرة وغيرها. وتستخدم في صناعة السدو خيوط صوف الأغنام ووبر الجمال والقطن. ويستخدم بيت السدو كمتحف ومعرض لتاريخ السدو بالتعاون مع الجمعية الحرفية للسدو.